Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hon min medinet Adana. Hada cami ismu Sabancı Camii. Yani bir uzunluğu جامع سبنجي المركزي. رايحين هنا من هنا نلف حواليه. هاي رايحين نتابع من هنا. ما شاء الله. جامع كبير وضخم. في 6 مآذن مرتفع. هذا الجامع يقع في حديقة اسمها سيهان بارك. سيهان بارك. وفي نهر اسمه كمان نهر سيهان بمر من قلب البرك هذا الحديقة. ليك هون حنفيات مي. الله أعلم هاي جهة الشرق. يلا رايحين تابع المحل تاني. هذا من هون ما شاء الله فن معماري ممتاز وجميل ضمن هالحديقة الجميلة. هذا المدخل له عدة مداخل من جميع الجهات. رايحين نحاول بركي في مدخل للجامع نصوره من الداخل. هذا من المدخل. جامع مفتوح رايحين نحاول نفوت للداخل. هذا المدخل. هي رايحين ندخل للداخل. تحفة معمارية جميلة. هاي اتجاه الجنوب. هذا مدخل بحساب القبلي باتجاه الجنوب في تركيا. هاي السدي.
ما شاء الله. هاي اتجاه الشمال من صورة. نحاول انه نخلي الشمس خلفنا. هذا المنبر وهذا الكرسي اللي بيطلع عليه مشان يعطي الدرس. وهذا المحراب. واللي وجهك شطر المسجد الحرام كل آيات آيات قرآنية. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.